تذكر عنه مصادر معينة أنه كان له إيه في القلعة هناك مثل حديقة غناء مصورة بصور ما يدخلها أحد إلا بأمره وبإذنه. هذه الحديقة فيها من ضروب وصور وألوان الفواكه والأشجار المثمرة والطيور الغريدة، وفيها من حسان النساء والفتيات، شيء لا يوصف، جميلات جدا، غيد خمس، راقصات يتغنين، عندها أصوات جميلة، عيون شهلاء، إشي عجيب قال لك، ومياه وسواقي وكذا، كأنها الجنة على الأرض. ماذا يفعل؟ يأتي بأحد أتباعه ويدس له في الطعام أو في الشراب مواد مخدرة كالحشيشي، مهلوسة في الحقيقة، مش مخدرة، هي مهلوسة، الحشيش مادة مهلوسة، بعض المهلوسات يقال هي الحشيش، عشان يسموهم الحشيشية أو الحشاش، يقال هي الحشيش، مادة مهلوسة، بخذها المسكين بغيب، يدخل في عالم آخر، بخذوه بدخلوه في الجنة. طبعا بتلقنه هالبنات وهالنسوان، وطبعا الفاحشة والعياذ بالله، والأكل والشرب والرقص والغناء، ولما بتعرف هالمهلوسات هذه بحسب عاد حسب الدوز تبعها 3-4 ساعات، قبل ما يخلص بطلعوه برجعوه، بفهموا أنك عندي لم تبرح، لكن أنا بقدرتي وعلاقتي مع الرب الجليل أدخلتك الجنة، جنة عدن، وأعدتك وأنا هنا. فخلاص هذا بسخسخ يلقي بمقادته بالكامل بين يديه، مهما أمر، مهما نهى، مهما أراد يستجيب له، يقول لك يا أخي قدرة إلهية عنده دخلك الجنة، يصدق. ما بدي أتهم الناس وما بدي أظلم، أنا خاف جدا من الظلم. اليوم سادت وشاعت بعض المقاطع على اليوتيوب في الأشهر الأخيرة عن بعض الطرق الصوفية، ويدخلوا فيها ناس يا حرام جاي من عدة دول للدول العربية هذه، ويحلفون بالله أنهم شافوا النور الإلهي وشافوا ملائكة وشافوا أشياء غريبة عجيبة. أنا بقول على الجهات المعنية بصراحة، على الجهات المعنية بما فيها حتى جهات علمية تتبع وزارة الأوقاف، أن تختبر حقيقة ما يحصل بدقة وبعلمية وبأكاديمية، لأنه قد يكون أيضا هنا يستعمل أنواع من المهلوسات، يعطى لهؤلاء المساكين السذج أنواع من المهلوسات، لأنه إحنا بصراحة بنعرف التصوف وتاريخ التصوف وقارناه يعني مش قليلا، ما في طريقة صوفية من الطرق الكبيرة المخيفة اللي كان عليها أقطاب كبار وصالحون حقيقة وصادقون، إنها بتدخلك في لحظة في الجنة وتشوف الملائكة وكذا. أنت جايين الآن نفترض من بلاد الواق واق لبلدي هذا العربي المسلم، دخلتك الحضرة في اليوم الثالث، شفت الملائكة والجنة والنار والأنوار إيش القصة؟ هلوست أنت؟ قد تكون يا مسكين أعطوك بعض المهلوسات. ملك شاه رحمة الله عليه، سلطان السلجوق العظيم، المجاهد، طبعاً أنه أراد أن يناجز هذا اللعين في قلعته وكذا، فبعث له في البداية رسولاً عشان يحذره ويأمر وينهى ويقول له ادخل في بيت الطاعة وإلا أنا السلطان. فإيش عمل هذا حسن علي الصباح؟ كل هدوء وبرود أتى بالرسول في مكان معين، ثم دعا بأحد أتباعه، يا فلان تعال، جاء شاب في مقتبل عمره قوي، قال له اقتل نفسك. لسه لم ينتهي من إطلاق الأمر، استل خنجره مباشرة وذبح نفسه، فسقط صريعا لليدين والفم في لحظة. رسول ملك شاه ريعة دخله الروع، قال لك ايش المصيبة هذه؟ في لحظة اقتل نفسه، قال له أخذ الخنجر سقط. فلان أجي واحد ثاني شاب جميل، قال لك متمنطق بئزر أحمر منطقة حمراء، قال له اقفز من خلف القلعة، قلع فرس الجبل في لحظة، صار يعدو كالمجنون ونزل فوق، هذا ينظر لا يكاد يصدق ما ترى عيناه، فدقت عنقه وتحطمت عظامه في لحظة وهلك. قال له قرأت رسالة سلطانك، أما رسالتي فما قد رأيت، قل لسلطانك عندي مثل هذين 20,000، هذا حد طاعتهم، كلهم عندهم هذا الاستعداد، خليه قتلني. ولكن ملك شاه كان عنيدا ولا يعني تجدي في حرب الأعصاب هذه، فيش فايدة، جرد عليه الجيوش والجنود كذا، لكن للأسف لم ينل منه،
ما قلعة أكثر قلعة كانت شباء عالية حصينة، شيء عجيب. كيف كان يصل إلى هذه القدرة على تنويم هؤلاء الأتباع واستغفارهم واستتباعهم لدرجة أنه يذبح نفسه في لحظة؟ عجيب يا أخي. إيش كذا؟ أساليب كثيرة طبعا، أصلها فكري، أصلها فكري. لما تحدث الآن عن السبع الرتب أو الدرجات في التدرج بتضليل الناس فكريا وعقديا، حتشوف كيف في شيء في منتهى الذهاء والذكاء، شيء مش سهل بالمرة. والرجل ما كان شيء زلمة جاهل، حسب الصباح كان رجل عالم ودرس علوم، علوم الشريعة واللغة والدين وكذا. وبعدين إيه لما أجي في مصر في الدولة الفاطمية طبعا، والحاكم بأمر الله برضو، هذا كان فاطمي إسماعيلي، بس مش إسماعيلي نزاري عاد، كان إسماعيلي الحسن الصباح هو اللي أسس الإسماعيلية النزارية اللي طلعت منها فرقة الحشاشين. فأجع مصر ومكث فيها 18 شهرا يتعلم علوم الشعبذة والسحر والخفاء، العلوم اللي كانت أمضى الأسلحة في استخفاء العامة، لأنه يثبت لك أنه عنده معجزات، أنه من عند الله، وكل شغلات كلها إيش سحرية، خفاء وشعبذة وأشياء مثل ساحة اليوم هذول في التلفزيون، كلها شعبذة وخفة يد وكذا، وتعلمها على أصولها